مرحبا برج السرطان، راح اسوي لكم الحين التوقعات الاسبوعيه للاسبوعين القادمين. راح ننظر الى جميع الاصعده الصحيه، المهنيه، العاطفيه. اذا في اي رساله مهمه ان تسمعونها راح تكون في القراءه بشكل عام، اوكي. وايضا القراءه راح تكون حق الشمسي الطالع والقمري. دائما الاولى الشمسي، الا اذا لم ينطبق عليك توجه الى القمري الطالع الى اخره، اوكي. شنو الرسائل او الطاقات اللي تكون متوفره لك في الاسابيع القادمه؟ سبعه السيوف، شنو قاعد تخبيه في برج السرطان؟ احس ان شيء على صعيد العاطفه، برج السرطان في الفترة القادمة عندك سبعة السيوف، كرت الحرامي في منتصف الليل، وعندنا كرت العربة التقدم إلى الأمام. احتمال أنك تعطي الآخرين واجهة أن أنت انتهيت من شخص ما، علاقة معينة، أن أنت الحين بخير. وسط النهار لما الكل يكونون محاطين، يكونون حولك الناس، عندك كرت العربة، أنا بخير، أنا قوي، أنا مش محتاج لأحد. ولكن في منتصف الليل أنت قاعد تخبي، قاعد تداري، أوكي. شنو الداري؟ أنت وضعت الكثير من الجهد والآمال في هذا الشخص، في هذه العلاقة، واحتمال حتى في هذه المهنة. تقدمت بطلب إلى شخص، أخبرت مشاعرك إلى شخص، قدمت على وظيفة معينة، استثمرت الكثير من قلبك وعقلك في نفس الوقت عشان الموضوع يمشي، وكنت متوقع أنه راح يمشي بما أنك عطيت الموضوع طاقة الثمانية وطاقة العربة، عطيته كل ما عندك، عرضت عليه كل شيء، وحتى لو في جانب كان مخوف الطرف الثاني كنت تحاول أن تهدي مخاوفه. ولكن عندك خيبة أمل، تحاول أن تخبي الرفض اللي واجهته. ولحد الآن عندك أمل. ثلاثة الأغصان، الشخص الذي ينتظر وصل إلى مرحلة جيدة على الصعيد العملي، ولكن لحد الآن ينتظر رجوع شخص. شخص رفضه، شخص قال له يا برج السرطان لا أريد أن أكون معك في علاقة. هذاك الشخص بالنسبة له هو أنهى الموضوع، ولكن أشوفك يا برج السرطان أنت لحد الآن عندك أمل. خلنا نشوف، هل أنت حدسك هني قاعد يساعدك ولا قاعد يكون ضدك؟ حدسك موجود في كرت القمر، في أمور معينة في الخفاء قاعدة تصير إحنا ما نشوفها. شنو هي هاي الأمور؟ مشاعر معينة الشريك قاعد يخفيها عنك، أو الشخص اللي في بالك، مو شرط إنه شريك. أنت تعرف أو أنت حاس، عندك كرت العالمة، أنت حاس وإحساسك صح إن هذا الشخص يخبي عنك أشياء معينة. شنو قاعد يخبي عنك؟ مشاعره، إنه هو أيضا يرغب فيك، ولكن ليش؟ دام إن أنت ترغب فيه وهو يرغب فيك، ما المانع؟ ما الذي يقف بينكم؟ مو شرط شخص، ممكن يكون وظيفة، حاطين أيضا هم عينهم عليك. العالمة، ترى ولكن لا تنطق، حاطين عينهم عليك، ممكن حتى في الوظيفة، في محيط الأهل، من أجل عرض زواج. خلي أشوف الكرت اللي سقط. ولكن عندنا سبعة الأغصان، أنا غير مستعد من أن أتخلى عن ثمانية الخماسيات. أنا حاليا جدا مشغول، أنا حاليا ما عندي وقت أحك راسي، ما بالك
أكون مع برج السرطان. أوكي، واحتمال إذا أنت انتظر عرض من وظيفة هم لحد الآن ما ردوا عليك أو قابلوا ردك بالرفض لأن محيطهم جدا مشغول من أن يستقبلك حاليا، ولكن الرفض هني مو رفض نهائي لأنه سقط وأنا أخلط كرت الكوب. في مثل يقول اللي بالقدر يطلع الملاس، الملاس هو المغرفة. اللي في النهاية موجود هني عندك، عليك هني أن تكون في إيمان تام. شوف هني الإيمان، إيمان من أن ما تنتظره ما تتوقعه سيأتي تجاهك، سيأتي لك. اللي من نصيبك من رزقك، إن كان عمل إن كان نجاح إن كان دراسة ما راح يخطئك، جهودك سوف تقابل بنجاح. ولكن إذا كان من نصيبك هذا الشيء، إذا كان من مصلحتك، لأن الكوب يفوض بمشاعر صافية، الكوب داخله حقيقة لا تجامل. ووجود هذا الكوب هني بعد كل هاي الأمور، بعد أمور أنا أريدك ولكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أكون معك، نحن نريد أن نوظفك ولكن ما عندنا شواغر حاليا، هذا النوع. أنت جدا واعد يا برج السرطان من أجل أن نسمح لك أن تنضم لنا في المشروع في الهجرة، ولكن في أمور معينة ما نستطيع أن نتخطاها. في النهاية الحقيقة ستظهر. هني عندك ثلاث الأغصان فوقها يقول لك خليك مرتاح ودائما ثق أن أنت في المكان الصحيح في الوقت الصحيح. لا تقعد تنظر كثيرا إلى المستقبل، شلون راح ينتهي مع هذا الشخص بين هاي الشراكة، لا تنظر، لأن في النهاية الكوب ما راح يجاملك. انظر إلى الكوب نفسه. هني يقول لك خفف التساؤل عن ما وراء السحب. عندنا كرت برج الحوت، عندنا كرت ما وراء الكواليس، في أمور ثانية، في دوافع خفية. شنو هي الدوافع الخفية؟ ممكن تكون أي شيء، ممكن يكون عذر واهي وممكن يكون سبب حقيقي وجاد. مش أنا ولا أنت اللي من حقنا ندخل في حياة هذين الأشخاص ودوافعهم ونقرر إذا لهم حق في ردة فعلهم في رفضهم ولا لا، ولكن تأكد أن في النهاية ينتظر الكوب. هل هو من هذا الشخص، من هذه الجهة، من هذه الشركة؟ أبدا غير مهم، ينتظرك في نهاية الكوب. إذا أنت ظليت مؤمن أن اللي من نصيبك اللي هو رزقك واللي في مصلحتك راح يحدث في نهاية المطاف يا برج السرطان. راح ننظر إلى الصعيد الصحي إذا في أي رسائل ثانية. عندنا 10 الأغصان. ما أدري ليش أحس يا برج السرطان نفسيتك في الفترة القادمة جدا مهمة، راح تأثر على صحتك. لا تشيل هموم بكرة، لا تشيل هموم أكثر من همومك أيضا، لأن الإنسان يظل يفكر دائما ببكرة، مع من سيكون، هل سيتزوج، هل سيحصل على الوظيفة اللي يريدها، هل هل هل. لما تظل دائما عايش في الحاضر ولكن تفكر في المستقبل راح يوترك زيادة. التوتر مثبت علميا أنه يأثر على الصحة، هذه أول رسالة لك. أوكي، ودائما أنك تظل تعيد وتزيد طاقة الأكواب عندك، تظل تعيد وتزيد في نفس الموضوع. شوف هنا عندنا 8 أكواب، الأشخاص كلهم رحلوا عن هاي الجمعة، احتمال كنتوا كأنه في نفس الجامعة، في محيط، في تجربة معينة. كل الأشخاص استطاعوا أن ينسحبوا من الموقف اللي أنت كنت فيه، موقف رفضت منه، خلاص شالوا متاعهم، انتقلوا إلى وضع مختلف. ولكن وجودك هنا في هاي النقطة بعد ما الكل رحل، الكل لقى لنفسه طريق ثاني، هدف آخر، غيروا استراتيجيتهم، أنت لحد الآن قاعد تندب الأطلال، وهذا الشيء راح يأثر مو بس على حياتك العملية، حتى على صحتك. البقاء جالس لفترة طويلة من دون حراك
سواء حرفيا الدم ما راح يتحرك في جسمك او على صعيد حياتك بشكل عام. هذا شيء غير جيد تجنبه. الكارت اللي انقلب هنا عندي 9 خماسيات، برج السرطان عندك 9 خماسيات سواء اتفقت معاي او لا. التارو قاعد يقول لك انت تملك الكثير من الاشياء الجيدة في حياتك حاليا، قاعدة تمشي حسب رغبتك. 9 باقي 1، باقي جانب معين، اوكي، باقي حلم واحد ممكن تلخصه لي في جملتين. انت كأنما قطعت شوط طويل في حياتك، باقي لك اشياء معينة لحد الان ما حصلتها. هني في 8 قاعد تنظر الى الاشياء اللي ما تحققت مخلينها سبب تعاستك. يقول لك التارو اعكس طاقتك، انظر الى كل النعم اللي الله سبحانه وتعالى لحد الان حققها لك، ان انت عندك سقف فوق راسك، ان انت عندك اكل، ان انت عندك لبس شرب، بغض النظر هل هو مستوى باذخ من الاكل والشرب او مستوى بسيط. يقول لك انظر الى نعمتك، اذا ما قدرت تقدر النعمة اللي انت فيها سواء كانت كبيرة او صغيرة في بدايتها او وصلت الى نضوج، ما راح تصل الى مرحلة تقدر تقدر فيها او تعيش فيها في حلمك، لان انت هني ما قادر تقدر. فقدر الاشياء اللي عندك الحين بدون ان تجزع وتعيد التفكير في الاشياء اللي باكر، شنو راح يصير، اي وظيفة راح يوافقون علي، من اللي راح اتزوجه، فهمت؟ اخر كارت عندك، عندك كارت القوة، كارت برج الاسد. هني يقول لك اذا انت ما سيطرت على افكارك، على طاقتك الخاصة، على انت في وين قاعد تستثمر طاقتك، قاعد تقضي وقتك تبكي على الامور اللي ما مشت حسب رغبتك لحد الان، ولا قاعد ترفع يدك الى السماء وتحمد الله ان انا عندي وانا عندي وانا سعيد والحمد لله، واللي الله كاتب لي بصير، اللي من مصلحتي بصير. عندك اسد، حيوان جامح، هاي النوع من التفكير والافكار، حيوان جامح، لازم تروضه، لازم تكون بتوجه، توجه الاسد، توجه طاقتك افكارك. اذا ما سيطرت على نفسك من داخل، على استقرارك الداخلي، ما راح تستطيع ان تسيطر على 10 خماسيات حتى لو انت كنت موجود فيها. الحلم 10 الاكواب 10 الخماسيات لو توفر لك انت ما راح تقدر تسيطر عليه، راح في النهاية تخسره لانك ما ثبت نفسك داخليا. راح اسحب لك كرت اخير تبع النصيحة. Ask for help، مثل الكرت اللي كان لبرج الجوزاء اتوقع. اسأل او اطلب المساعدة. What do you really need؟ ماذا تحتاج فعلا بالضبط؟ ولكن انت رسالتك مختلفة، كأنك هني اسمعك في حديث جميل مع الله سبحانه وتعالى، تحدث مع الله سبحانه وتعالى. لما تتكلم مع الله راح تدرك النعم كلها اللي موجودة عندك، والاشياء اللي لحد الان 2% 5% اللي لحد الان لم يتحقق، وانت حاطنا كما شماعة او سبب وعذر عشان ما تكون سعيد في حياتك. كأن هني انت قاعد تطلب من الله، يا الله ارزقني الذرية، الزوج المحب، الحب، الوظيفة. نسيت ان الله وصلك سبحانه وتعالى لمرحلة 9، لمرحلة جميلة. نسيت كل هاي الامور، ما قاعد تركز عليها، اوكي. واذا في امور معينة لحد الان ما حصلت عليها، اطلب من الله سبحانه وتعالى. انت هني علاقتك مع الله، اطلب من الله وكون جدا شجاع. عندك الاسد، شجاع ومتقبل ان دائما الشيء اللي تطلبه من الله سبحانه وتعالى وما يحقق لك، مو لان الله سبحانه وتعالى عاجز او بخيل او لا يريد ان يعطيك، لان انت قاعد تطلب شيء مو في مصلحتك. الانسان جاهل، هذه هي الحقيقة اللي كل يوم احنا نعيش فيها ولكن ما نواجه نفسنا فيها. الانسان جاهل. عندما اقول زوجني من فلان ولد فلان ولا فلان ولد فلان، مو من مصلحتي، الله سبحانه وتعالى
ما يحقق كل الأمنيات. ياما ناس طلبوا أن يتزوجون أو يكونون مع شخص معين وصار لهم اللي في بالهم، وفي النهاية كانوا تعساء في الزواج، في النهاية حدث الانفصال. الله سبحانه وتعالى يسوي اللي في مصلحتك، بدل ما تدخل في هاي الدوامة الطويلة العريضة من زواج تعيس إلى انفصال إلى أبناء بدون شريك ثاني. كل هاي الدوامة الله سبحانه وتعالى يختصرها عليك. ثق بالله، اطلب من الله، ولكن ثق ان الشيء اللي تأخر عنك اما لانه مو من مصلحتك او اما لان انت لحد الان على مستوى من مستويات يا برج السرطان مو مستعد له. شكرا عزيزي برج السرطان، اشوفكم على